سلامة توفيق. يا بيه يا بيه، عربية حضرتك اتخبطت وهي راكنة قدام العمارة. نعم نعم، أنا مش قايل لك تركنها في الجراج. يا عاصم بيه، عربيتك الجديدة أنا ركنتها في الجراج والقديمة هي اللي كانت بره. يا بيه، ده كل واحد من السكان حدها عربيتين وتلاتة، الجراج هيساع مين ولا مين؟ ماشي ماشي خلاص، أغير وأنزل لك. لحظة يا بيه، صاحب العربية الجب اللي خبط عربيتك باين عليه ذوق وابن ناس، وهو مستني حضرتك عشان يشوف طلباتك ايه. طيب أنا نازل لكم، اتفضل. سعادتك صاحب العربية دي؟ يخرب بيت كده، ده ايه النحس اللي أنا فيه ده؟ سعادتك مسؤول عن الليلة دي؟ قبل سعادتك ما تقول أي حاجة أنا بعتذر وآسف جدا، ده أولا. ثانيا أنا حاضر وتحت أمرك في اللي أنت عايزه. معلش أعذرني، أنا بقالي 6 سنين في دبي ولسه نازل بقالي يومين بس، وأنت عارف السواقة في مصر أنا بصراحة مرتبك منها جدا، وآسف جدا اللي حصل. ولو حضرتك تحب تبلغ الشرطة أنا ما عنديش مانع خالص، ده ما يضايقنيش خالص. لا مفيش داعي، واضح إنك راجل محترم جدا، دل على سلامتك في مصر. والله نورت. اسمح لي بس كوباية مية آخد قلق ده كمان. أوي طبعا طبعا. سيب. يا بدوي هات مية للأستاذ. تعالى يا باشا. ولو انت قدمت لي الخدمه دي على اكمل وجه يبقى عفو الله عما سلف وهسامحك في اللي عملته في بنتي واسيبك حر. انما لو قلت لا بقى يبقى وقعت نفسك في مشكله كبيره. العربيه اللي خطفتك دي من قدام البيت ملهاش نمر، يعني انت دلوقتي مفقود والدبان الازرق مش هيعرفوا الطريق جوه. ده غير بقى ان امك نفسها هتتاذي بسببك. انا مال امي ومال الموضوع ده؟ هي اللي خلفتك، ده كفايه بالنسبه لي. يا ضياء بيه يا ضياء بيه، ده انا داخل بيتك واكل من عيشك ومن ملحك. انت اكلتني مش اكلت عندي، والشركه اللي انت مشغلها انت والدوله دي شغاله بفلوسي انا وبضاعتي انا، وانت عارف ده كويس. انا ما اعرفش. نعم يا رحمك، ما تعرفش ان دوله سرقتني ونهبت فلوس شركتي وانا راقد في غيبوبه. غيبوبه؟ يا ضياء بيه، الكلام اللي انت بتقوله ده اول مره اسمعه. احلف لك بايه اول مره اسمعه؟ تمام، وهو ده عشان طالما انت ندمان وبريء تبقى ناوي تكفر عن غلطتك وترجع لي فلوسي بالذوق والهدوء. يا ضياء بيه، طالما دولة اللي واخدة فلوسك ما هي قدامك اهي، روح خد فلوسك منها. فلوس اللي سرقتها الدولة دي دخلت الشركة، وفلوس الشركة باسمك، يعني انت دلوقتي صاحب المال ومسؤول ترجع لي فلوسي، وساعتها كل واحد يبقى في حال سبيله من غير ضرر ولا اذية. وليه سيرت الضرر ولا الاذية؟ ليه بس؟ يا ضياء بيه، انا ما خدتش منك فلوس. ما دام ده ردك بقى يبقى مفيش داعي نكمل. باتا، قدامك 5 دقايق بالظبط تكون خلصت حفر القبر ده. وقدام صاحبنا هو كمان 5 دقايق ليقرر يجي معانا بالذوق وينفذ المطلوب، يا اما الحفره دي هتبقى مسواه الاخير. بعد اذن ساعتك يا باشا اخلص بايدي عشان تبقى اول مره، وده معزه العاصم باشا وعشان الطريق القديم اللي بيني وبينه. ده ايه اللي جاب الصورة دي هنا؟ أكيد عاصم. يا ترى أنا كنت ظلمك يا رضوان،
يا ترى انا سبب موتك؟